وبالطريقة دي الموبايل هيفتح معانا زي ما احنا شايفين كده، طريقة سهلة وبدون فورمات او روت وبدون فقد اي شيء من الموبايل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلب حضراتكم النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نفتح الموبايل بدون نقش او باسورد، ولو نسينا النقش او الباسورد نعمل ايه، وكيفية فتح الموبايل لو نسينا النقش والباسورد بطريقة سهلة وبدون فورمات او روت وبدون فقد اي صور او اي فيديوهات. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة، فضلا وليس امرا، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد وحصل. اول حاجة هنبدأ ندخل النقش بالشكل ده، هيبدأ يقول لي النقش خاطئ زي ما واضح قدامنا كده، او الباسورد خاطئ. هنبدأ نخش على حاجة اسمها مكالمة الطوارئ موجودة تحت بالشكل ده، هنبدأ نخش عليها وهنبدأ نكتب الكود ده. لازم تجرب الطريقة دي، والطريقة دي جميلة جدا 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 بدون فورمات او روت. اول حاجة نضغط على شباك ونبدأ نكتب الكود ده، ولكن تكتب الكود بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم. هنبدأ نضغط على 7 9 بالشكل ده. اهم حاجة تجرب الطريقة دي، طريقة ناجحة جدا جدا، وجربها مع اصدقائك وجربها مع اصحابك، وياريت تشير الفيديو ده لكل اصدقائك ولكل اصحابك علشان الكل يستفيد وعلشان نقدر نفيد اكبر عدد ممكن. 7 5 8 9 8 بالشكل ده. اهم حاجة تكتب الكود بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم. 7 4 7 4 تاني ستة تلاتة سبعة خمسة تسعة تمانية سبعة خمسة. ببقى سعيد جدا لما حد يكتب لي الطريقة نفعت معايا، ببقى سعيد جدا جدا جدا، وبشكركم جدا على كلامكم الجميل في الفيديوهات اللي فاتت، وبشكركم جدا على تفاعلكم المستمر، وبشكركم على كلامكم الجميل. 1 5 والعلم بقرا كل الكومنتات وبعمل عليها كمان قلوب. 9 8 تلاتة ستة، وبشكركم على تفاعلكم في الفيديوهات الأخيرة، بشكركم جدا جدا جدا. 4 5 7 8 4. اهم حاجة تكتب الكود ده بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم. والعلم الكود ده في بعض الاحيان وفي بعض انواع الموبايلات بيشتغل من تاني مرة، ونادرا لما يشتغل من تالت مرة. يعني لو الكود ده ما نسبش الموبايل من اول مرة، جربه تاني مرة هتلاقيه اشتغل معاك على طول. 9 8 4 8 7 7 4 7 8 7 4 9. وهنبدأ نضغط على شباك ونبدأ نعمل إعادة تشغيل للموبايل، مش إيقاف تشغيل. الموبايل هيبدأ يرستر معانا ويبدأ يفتح بدون طلب النقش أو الباسورد،
ولكن الطريقة دي لبعض أنواع الموبايلات مش لكل الموبايلات. لو الكود ده ما ناسبش نوع الموبايل بتاع حضرتك من أول مرة، جربه تاني مرة، ولو ما ناسبش نوع الموبايل بتاع حضرتك، حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت، وأنا إن شاء الله في أقرب وقت ممكن هعمل عنه فيديو، أو هسيب لك الكود الخاص بنوع هاتفك في خانة الكومنتات تحت. ولكن الأولوية للمشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس، وأكيد عاملين لايك على الفيديو. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، سلام.